وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. اولا انا بحب حضرتك جدا ومبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك. انا 24 سنه، المفروض ان انا يعني انا اسفه ان انا هبعد شويه عن موضوع بتاع النهارده، بس دي حاجه انا فعلا محتاجه اسال حضرتك عليها من بدري. عينيا ليكي. دلوقتي انا واحده المفروض ان انا يعني ادوات متخرجه، و يعني باختصار يعني انا عايز اسال حضرتك دلوقتي لو في يعني ازاي حضرتك تقولي ازاي نتعامل مع الاطفال، ازاي النفسيه بتاعتهم نحسنها وما الى ذلك، الاثار السلبيه دي ازاي نشيلها وكده. طيب بالنسبه لنا احنا بقى، يعني انا مثلا واحده انا صغيره وفي ابتدائي وكده اهو، كانت امي الله يرحمها كسرة حضرتك جدا، وطريقه اسلوبها وتعاملها كان زي حضرتك لحد كبير يعني، فكانت محافظه جدا انها تبقى يعني مربيه لك تربيه ايجابيه، وكانت على طول تحسسنا ان انت تقدري تعملي اي حاجه، وطالما الحاجه اللي انت عايزه تعمليها تقدري، وكانت ربت فينا اول الحته دي اللي هو الحاجه اللي انا عايزه اعملها هقدر اعملها. حتى انا فاكره ان انا في ابتدائي في خمسه ابتدائي تقريبا كنت بحب قوي الساينس والماث والكلام ده، فكنت كان في كتاب كده مجلد علمي حد اهداه لوالدي يعني في مؤتمر، فانا من كتر ما هي يعني مشرباني الموضوع ده كنت بديت اخد المجلد ده، كان كيمياء عضويه او حاجه كده وانا لسه في ابتدائي، كنت اخد الكتاب ده كل يوم اخش الاوضه واقفل علي الباب واقعد افضل اذاكر، طبعا مش فاهمه حاجه يعني، فكنت اقول لها ماما انا مش فاهمه حاجه، وتقولي لا حاولي مره واثنين وثلاثه وهتلاقي نفسك مع الوقت ابتديتي تفهمي وابتديتي كده يعني. كويس. حاجات كتيره بقى يعني انا كنت في ابتدائي يعني. كويس. بعدين هي يعني بعد ما توفت ف عشنا مع جدتي، فهي جدتي كان اسلوبها طبعا مختلف خالص عن كده، ويعني عارفه تحضرك هي كويسه والله جدتي كل حاجه، بس انت عارفه ان هو اسلوب التربيه بتاع زمان ده اللي هو قاسي قوي، لا انتوا لازم تعملوا ما تسمعيش الكلام، وانتوا عايزين تخرجوا مع اصحابكم تبقوا صايعين، وانتوا، فكان التأثير السلبي بقى من بعد ذلك من بعد 12 سنة لحد دلوقتي كله سلبي، كل كلام سلبي، كل حاجة يعني صعبة شوية يعني، خلتني أو أنا مثلا أتكلم عني أنا بقيت يعني بقيت دلوقتي زعلانة مثلا إن أنا فعلا يعني فاكرة هي قد إيه يعني كانت ربنا فينا حتة إن إحنا نقدر نعمل، بس دلوقتي يعني عندي حتة اللي هو يعني عدم ثقه في نفسي. أيوة. لا انا نفسي اعمل حاجه كبيره ونفسي اعرف مثلا حتى في مثلا طيب. الكليه مش رايح كليه عايزه اعملها حاجه كبيره وكده اهو ادخل نفسي في المشروع الكبير ده، بس اقول لا انا مش قادره اعمله والله، اقول نفسي لا مش قادره اعمله فعلا ياثر على البيت بتاعتي بعد كده. عايزه اسالك استني يا مات الله وهتقفلي استني، انت كتبتي انت عايزه تعملي ايه؟ انا عارفه كويس قوي انا نفسي اعمل ايه يعني حتى عارفه حتى في الحاجات الصغيره اللي هي طبعا حاجات في الكليه مثلا كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه مثلا وادخل نفسي في مشاريع كبيره، وبعدين لا مش قادره اعملها، لا مش قادره، وبعد كده الاقي نفسي طبعا حتى ده اثر على البيت بتاعتي على فكره في الكليه، بدخل نفسي في مشاريع كبيره وما اقدرش عليها وانهار في النص وبتاع وكده هو يعني فاهماني؟ طيب فانا نفسي ارجع زي الاول ونفسي بقى بمنهجيه ازاي بقى تاني ابتدي يعني انا نفسي ابقى كده وانا عارفه ان انا اقدر، بس لما بخش في الحجم لا انا ما اقدرش، لا انا ما اعرفش كده يعني. حاضر اسمعيني هتحفك بحاجه تحفه جدا يا امة الله، ادعو الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي. اولا انا تحيه مني لمامتك، وطبعا يعني هي توفاها الله، فادعو الله سبحانه وتعالى لها بالرحمه والمغفره، وان الله سبحانه وتعالى يجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويخلفها فيكم خيرا ويفرحها بيكم هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. احب الامهات الجميله دي، الامهات اللي بيتها ما كانش كده، ما حدش فينا احنا كلنا في التربيه مع شيء اهلي بيعملوا ايه لا اوعى اعمل مع عيالي مش عارفه زي ايه، مع ان امنا عمرها مثلا ما ضربتنا، عمرها انتوا اقصاها كده كانت بس تقعد تزعق كده انا مش عارفه ايه وازعل كده، واحنا بنعمل اللي احنا عايزينه طبعا، لكن احنا الام اللي تطلع تربي بالتربيه الجميله المحفزه اللي تعطي ثقه اقصى انواع الثقه، بتقولي لي مجلد في مؤتمر وانت خدتي المجلد علمي مش فاهمه، قالت لك هتفهمي وادتك ثقه في نفسك، الامهات دي جميله جدا، واحنا بنقول حلقات التربيه علشان تطلع الامهات تبقى واثقه في الله سبحانه وتعالى ان الكلمه اللي هتطلعها الايجابيه والكلمه الحلوه والمدح ان شاء الله يعود على اولادها، الكلم ده جميل وده اللي عن انت عشت 12 سنه في حاجات ايجابيه وال12 التانيين كان كلها حاجات سلبيات، اوعي تفقدي الثقه فقط
لا عندي اهداف، عشان كده سالتك قبل ما تقفلي كتبتهم، قلت لي انا عارفه كويس انا عايزه اعمل ايه. ممتازه، ده 50%، انت كده عديتي 50% من الطريق. ال 50% الثانيه ابداي حاجات كبيرة مالكيش دعوه. هيقولوا لي ما انتش هتعرف، ما يقولوا اللي يقولوه، يقولوا لي يقولوا. مثلا اقول لك على حاجه، انا جيت في وقت كان تقريبا سنه تقريبا 2009، الكل يقول لي اوعي تفتحي مش عارفه ايه المكان وهيخسر وهتخسري مش عارفه ايه وهتعملي ايه وهتسوي ايه ومش هين مكان واغلى مكان مش عارفه كان عشان يبقى في مكان محترم غالي جدا ولازم ايجار ما اعرفش، كل المثبطات لدرجه مدير شركه مره مش عارفه كان ايه وقد لا 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 مش دلوقتي خالص، شويه كده اما الدنيا تعمل ومش عارفه ايه. ولما خلاص خدت القرار انتهينا، خلاص خدنا القرار رحنا شفنا كده ربنا يسر، شفنا مكان وجي لقطه جدا وفي مكان تحفه جدا وحاجه عظيمه جدا جدا، وخدنا والموضوع والمشروع نجح وصرف على نفسه من اول شهر. احنا اي مشروع تجاري تقول لك اديله سنه، اديله سنه وبعد كده شوف هو مستوى الربح بتاعه جاي. من اول شهر صرف على نفسه صرف على الناس، وجبنا حتى الفريق العمل الثاني بقى يعني ايه له هامش ربح عالي جدا بسبب الامر ده. مفيش دعوه بالمثبطين، الفكره في دماغك، خدت بالاسباب، قسمت، ودي المهمة بقى ودي النصيحة التانية اللي بقولها لك، قسمي المهام الكبيرة والأهداف الكبيرة المهام الصغيرة مرحلية. أنا عندي هدف أن أنا أكون كذا، يتحقق بعد إمتى؟ من سنة لثلاث سنين، طيب ست شهور، طب شهر، طب المهمة الأسبوعية إيه؟ هو ده، وأقسم الأهداف الكبيرة المهام الصغيرة. أبقى واثقة في مين؟ في الله سبحانه وتعالى. أنا خدت بالأسباب، العمل ده عمل صالح له نوايا كذا، وما ضيره أن يجمع الأمرين، ضيره يجمع الأمرين هو ياخد خير الدنيا وخير الآخرة بالنوايا الحسنة اللي فيها، وعملت دراسة جدوى وخدت كذا وحطيت منهج ومزمن خلاص والدنيا وحطيت أهدافي وقسمتها. سلام عليكم، توكلت على الله خلاص انتهينا، يلا بسم الله خلاص، وإذا عزمت فتوكل على الله، إن شاء الله ربنا هيكرمك وهترجعي تقول حققي لي معيار إنجاز واحد بس واتصلي بيا تاني يا أمة الله وقولي لي المعيار الأولاني يتحقق وأنا في الطريق. بس أنا عايزة أبشرك تاني، 50% من اللي أنت عايزاه متحقق، هذا سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، ويعني طبي على خطى والدتك وكل الأمهات اللهم آمين.